منارة استثنائية لحكم استثنائي نتج عنه أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ، فأنتجت أعجوبة هندسية لا مثيل لها لتصبح أشهر فنار في العصور القديمة وأحد أطول الهياكل التي بناها الإنسان في العالم القديم. صنفت كإحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، وزلزال مدمر كان السبب باختفائها. إليك تفاصيل وأسرار بناء هذه المنارة الأسطورية. مدينة الإسكندرية تأسست عام 331 قبل الميلاد بواسطة الإسكندر الأكبر، واحتلت موقعا متميزا على البحر المتوسط. بفضل ذلك ازدهرت المدينة كميناء تجاري في عهد الأسرة البطلمية والعصور القديمة. كان للمدينة عمولاتها الخاصة، وتحولت إلى مركز مشهور للتعلم بفضل مكتبتها. وكان العائق الوحيد أمام توافد الناس من كل مكان إليها هي الصعوبة التي واجهها البحارة في تجنب الصخور والمياه الضحلة عند الاقتراب من الميناء. وللتخلص من هذا العائق، أمر بطلموس الأول ببناء منارة ليبرهن على قوته. تم الانتهاء من المشروع بعد حوالي 20 سنة في عهد ابنه وخليفته بطلموس الثاني سنة 250 قبل الميلاد. تم تصميم المنارة من قبل المهندس المعماري اليوناني سوستراتوس، حيث يعتقد أنه كان الداعم المالي للمشروع. الأعجوبة الهندسية كانت المصادر التي تتحدث عن المنارة شحيحة، ومن خلال البحث وبعض النقوش استطاع الباحثون من إيجاد بعض التفاصيل حولها، فقد ظهرت صورتها في بعض الأماكن والأشياء بما في ذلك العملات القديمة. نصبت المنارة على الطرف الشرقي من جزيرة فاروس بالقرب من مدخل ميناء الإسكندرية، ووصل ارتفاعها إلى أكثر من 100 متر، مما جعلها أحد أطول الهياكل التي بناها الإنسان في العالم القديم. وكان لون البرج أبيضاً حتى يكون مرئياً بشكل أكبر. تتألف المنارة من 3 أقسام، حيث كان الجزء السفلي من المبنى مربعاً، وكانت تشغله مكاتب حكومية واسطبلات و300 غرفة مجهزة لعامل الفنار وأسرهم. أما الطابق الثاني فكان مثمن الأضلاع، ولديه شرفة حيث يمكن للسياح الجلوس فيها. بينما كان القسم العلوي من المنارة أسطوانياً ويستقر في قمة المنار فانوس دائم الإنارة مشتعل بنيران لا تنطفئ. تشير بعض الأوصاف إلى أن المنارة كان يعلوها تمثال ضخم، ربما يمثل إما الإسكندر الأكبر أو بطلموس الأول، وكان على شكل إله الشمس هيليوس. زلزال مدمر عاصرت المنارة كل من الإمبراطورية اليونانية والرومانية، وأخيراً العصر الإسلامي، حيث أنها ظلت صامدة على جزيرة فاروس لأكثر من 1500 عام، وهي مدة طويلة نظراً لارتفاعها الكبير. تضاءلت أهميتها مع الوقت، خاصة بعد نقل عاصمة مصر من الإسكندرية إلى القاهرة. وفي عام 1375 سقطت المنارة بسبب زلزال مدمر على المنطقة، لتستخدم بعض من كتلها الحجرية في البناء، بينما سقطت بقية المنارة في المحيط. ففي عام 1477 تمكن السلطان المملوكي قايت باي من بناء حصن من أنقاضها. وفي عام 1994 قام عالم الآثار الفرنسي جان إيف إمبرور بالتحقيق في منطقة ميناء الإسكندرية، وعثر على عدد قليل من هذه الكتل التي لا تزال موجودة في ماء الميناء. وتخطط مصر اليوم لبناء متحف مغمور بالمياه في مدينة الإسكندرية، حيث يمكن للغواصين مشاهدة العديد من تماثيل أبي الهول الحجرية وبقايا المنارة. فهل تخطط لزيارة المتحف مستقبلاً في حال تم إطلاقه؟ وكيف تصف فترة حكم بطلموس الأول الذي أمر بإنشاء هذه الأعجوبة؟ أخبرنا ذلك في التعليقات.